السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمود سمير عمر امتياز علاج طبيعي جامعه كفر الشيخ. النهارده الفيديو الثاني من كورس الاناتومي اللي احنا كنا اعلنا عنه قبل كده، وانا نزلت عندنا على الجروب اللي كان فيه مشاكل في الاضاءه والتصوير. تمام، الفيديو ده انا مسجله قبل كده مره، ولكن بسبب الاضاءه كان فيه مشاكل وكده فما نزلتهوش، وانتم طبعا عارفين الكلام ده. وزي ما انتم ملاحظين انا جايب الكاميرا بزاويه شويه تجربه، يعني هنشوف كده وندعي يعني نثبت او يعني نثبت كده بوزيشن معين او سيتنج معينه علشان نتجنب المشاكل في الاضاءه والريفليكشن في الشاشه. تمام، يعني النهارده برضو يعني نعتبره تجربه، انا هصور واحد واشوفه كده وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله. تمام. احنا المرة اللي فاتت اخدنا الاناتومي بتاع الشولدر تمام جوينت. تمام كده، الاناتومي بتاع الشولدر جوينت، اول حاجة اول او رقم واحد اتكلمنا على التايب بتاعه. تمام، وعرفنا انه بول اند سوكت جوينت. تمام، سينوفيال بول اند سوكت جوينت. وبعد كده اتكلمنا على الارتيكولار سيرفيسز بتاعته. بعد كده رقم ثلاثة اتكلمنا على الليجامنت. رقم أربعة اتكلمنا على الكابسول. تمام، رقم خمسة اتكلمنا على الانترا ارتيكولار ستراكشر. تمام، رقم ستة اتكلمنا على الانرفيشن. رقم سبعة اتكلمنا على الموفمنت، الحركات. رقم تمانية اتكلمنا على الماسلز، العضلات. تمام، رقم تسعة اتكلمنا على الفاسكليتشر، البلد سبلاي. تمام، ورقم عشرة اتكلمنا على الروتيتور كاف. تمام، انا عامل روتيتور كاف بخط كبير كده عشان روتيتور كاف يعني ليها بلاوي سودة هنقولها فيما بعد. يعني اتكلمنا في هيب جوينت على تقريبا 10 نقاط كده يعني على ما اتذكر. تمام، النهارده بقى هندخل ناخد العضلات بتاعه ايه؟ العضلات بتاعه الراوند شولدر جوينت. تمام، هنبدا طبعا بالبكتوريالز ميجور ماسل. تمام، وبعد كده البكتوريالز ماينور ماسل. ثانيه واحده بس افعل القلم. بكتوريالز ميجور ماسل، وبعد كده بكتوريالز ماينور، وبعدين سبكليفيوس. تمام، سيريس انتيريور، ديلتويد، بعدين ترابيزيوس وريسماس درساي. كده دول اول فيديو نعملهم فيديوهين، وبعد كده هنكمل لفيكتور سكابولي ماسل ورومبويد ماينور ميجور والروتيتور كاف ماسل. تمام كده، يعني احنا الاناتومي او الماسل او العضلات هناخدهم في فيديوهين اتنين، وبعد كده هندخل في البايوميكانكس بتاعت ايه؟ بتاعت الشولدر، البايوميكانكس بتاعت الشولدر جوينت. تمام، عندنا اول عضله معايا النهارده البكتوريالز ميجور ماسل. البكتوريالز ميجور ماسل زي ما انت شايف كده العضله الكبيره دي. البكتوريالز ميجور ماسل دي ليها تو هيدز، يعني ليها حتتين كده. اول هيد اسمها كلافيكولار هيد، وهيد تانية اسمها سترنو كوستال هيد. الكلافيكولار هيد انا معلمك عليها بالابيض اللي هو الفريم البوردر المنقط ابيض ده. تمام، بيقول لك من الانتير سيرفيس اوف كلافيكل، ده الاوريجين بتاعها. تمام، السيرنو كوستال هيد جايه من السيرنم والكوستال كارتليج. تمام، الابر 6 كوستال كارتليج يعني. تمام، يعني دلوقتي الاوريجن بتاع البكتراليز ميجور ماسل عندنا كلافيكولار هيد اللي هي الهيد دي اللي فوق، وهيد ثانيه سيرنو كوستال هيد. تمام، طبعا السيرنو كوستال هيد جايه من السيرنم وجايه من الابر 6 كوستال كارتليج. تمام كده، تمام، اللي دي كلها الفايبرز دي كلها ماشيه في الدايركشن ده كده. تمام، ماشيه في الدايركشن ده، ماشيه في الدايركشن ده. تمام، ورايحين يعملوا انسرشن في الجزء اللاترال من البايسيبيتال جروف، لاترال ليب اوف بايسيبيتال جروف. تمام، عندك النيرف بتاعها ميديال اند
اللاترال بيكترال نيرف. وطبعا العضله دي زي ما انت شايف كده، اولا من شكل الاوريجن والانسرشن بتاعها لو الفايبر دي اتشدت ليم جوه فهتعمل ادكشن للارم، تمام؟ هي ماسكه من هنا كده ورايحه تمسك فيه هنا كده، فلو اتشدت ليم جوه كده هتعمل ادكشن للارم، تمام؟ و لو شدت ليام جوه بروتيشن كده هتعمل ميديال روتيشن، والجزء الفوقاني ده بيعمل فليكشن، والجزء التحتاني ده بيرجع الفليكشن تاني، يعني بيعمل اكستنشن، ارم اكستنشن. يبقى احنا دلوقتي اخدنا اربع معلومات عن البكتوراليز ميجر ماسل. البكتوراليز ميجر ماسل دي ليها تو هيدز، اول هيد اللي هي الكلافيكولار هيد، والهيد التانيه اسمها ستيرنوم كوستال هيد، جايه من ال اول هيد جايه من الكلافيكل، والهيد الثانيه جايه من السيرنم والابر سكس كوستال كارتليج. كل دي رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في اللاترال ليب اوف بايسيبتال جروف، وبتعمل ادكشن وبتعمل ميديا روتيشن والفلكشن. هنشوفها على الاطلس، هنعمل زوم على العضله او على الجسم كله ونشوف، تمام؟ احنا كده بنعمل زوم. طبعا انا مش عارف اعمل زوم جامد علشان يعني ايه لسه برضه الاستخدام مش اللي هو تمام. دي ايه؟ دي العضله بتاعتنا، اسمع كده، دي البكتوراليز ميجور ماسل، تمام؟ البكتوراليز ميجور ماسل هنعمل فيد اذر علشان تكون هي اللي واضحه معانا يعني، تمام؟ دي البكتوريز ميجر ماسل. البكتوريز ميجر ماسل لو انت شايفها كده جايه من فوق هنا كده، تمام؟ انا بعلم لك اهو، جايه من الانتيريور كلافيكل، والسينكوس هيد جايه من السيرنم، تمام؟ والابر سكس كوس كارتليج، ورايحه تمسك فيه اللاترال ليب اوف بايسيبتال جروف. بص معايا، ده اللاترال ليب اوف بايسيبتال جروف، وهنا البايسيبتال جروف، تمام؟ انا بنقص لك عليها، تمام؟ وجوه الميديا ليب اوف بايسيبتال جروف، تمام؟ يبقى من شكلها كده دي البكتوراليز ميجور ماسل، رايحه او جايه من الانتيريور كلافيكل والانتيريور سيرنم لور سكس كوس كارتليج، ورايحه تمسك في اللاترال ليب اوف بايسيبتال جروف. دي اول عضلايه معانا. لو شلنا البكتوراليز ميجور ماسل دي كده، شلناها ودخلنا تحتها بمشرط، هنلاقي الاتي، هنلاقي البكتوراليز ماينور ماسل. البكتوراليز ماينور ماسل حته عضله صغيره كده، لحمه صغيره. البكتوراليز ماينور ماسل دي زي ما هو مكتوب او زي ما انت شايف، ده الريب الثالث والريب الرابع والريب الخامس، الضلع الثالث والرابع والخامس طالعه منهم. طبعا انا هنا المفروض اشاور على الرب مش الكوسا كارتليج، الرب مش الكوسا كارتليج، يعني دي مش صحيحه كده. الرب الثالث والرب الرابع والرب الخامس، كل الحاجات دي كده رايحه تمسك فين بقى؟ رايحه تمسك في الكوراكويد بروسيس، الجزء اللي يم جوه منه، يعني الجزء الميديال بارت اوف كوراكويد بروسيس. يعني دلوقتي البكتوراليز ماينور ماسل طالعه من الرب الثالث والرب الرابع والرب الخامس، رايحه تعمل انسرشن في الكوراكويد بروسيس، الجزء الجواني منه، تمام؟ هنا الثانيه كانت بتتغذى بالميديال اند لاترال بيكتورال نيرف، دي بتتغذى بالميديال بيكتورال نيرف، تمام؟ الاكشن بتاعها زي ما انت شايف كده، البكتوريالز ماينور ماسل طبعا ليها دور برضو في الاورثوبيديك فيما بعد والبون ميكانكس. البكتوريالز ماينور ماسل من مسكتها في الاضلاع دي او الضلوع دي وراح تمسك في الاسكابولا عن طريق الكوراكويد، لو اتشدت لتحت كده، يعني لو اتشدت لتحت البكتوريالز ماينور ماسل، لو اتشدت لتحت هتدبرس، هتنزل الاسكابولا لتحت فتعمل ديبريشن، تمام؟ اهي، وممكن تقلب الاسكابولا لقدام شويه، يعني ممكن تعمل ايه؟ بروتراكشن. هنا مكتوب لك ايه؟ درو اسكابولا انتيريور وانفيريور، معنى اللي هي انتيريور يعني تقلب تكفل الاسكابولا لقدام كده، تمام؟ او تدبرس الاسكابولا، تبقى الاسكابولا تعمل ديبريشن في الاسكابولا، ما هي تشدها لتحت، تشد الاسكابولا تحت فتعمل ايه؟ فتعمل ديبريشن.
يبقى تاني البكتيريا من المصل طلع من الريب التالت رابع خامس رايحه تمسك فيه الميديال بارت اوف كورا كود بروسيس تعمل ديبريشن تعمل ايه وتعمل بروتراكشن. هنشيل العضله دي كده نمسح ده هنشيل العضله دي نعمل لها هايت ونشوف دي تمام دي بقى هنعمل لها ايه شو اسمع كده البكتيريالز ماينور ماسل زي ما انت شايف كده البكتيريالز ماينور ماسل جايه منين جايه من الرب الثالث والرابع والخامس انا بعلم لك بالماركر تمام ورايح هتعمل ده الكوراكويد بروسيس تمام ولكن الميديال بارت اوف كوراكويد بروسيس تعمل ديبريشن وتعمل بروتراكشن ديبريشن وبروتراكشن كده اخدنا عضلتين العضله الثالثه عضله عبيطه خالص ما سب كليفيس ماسل ولكن هي مش عبيطه سب كليفيس ماسل من اسمها سب كليفيس يعني تحت الكلافيكل دي الكلافيكل بتاعتنا دي كلافيكل تمام هي موجوده تحت الكلافيكل فليه وجدت تحت الكلافيكل هننزل بقى احنا المفروض كنا ناخد الاوريجين انسيشن سبلاي اكشن لا احنا هناخد الاكشن او الوظيفه بتاعتها الاول دلوقتي هي حته تعتبر حته السفنجه بمثابه حته سفنجيه محطوطه تحت الكلافيكل بسبب ان في نيروفاسكولار ستراكشر في فايتال ستراكشرز ارتيز بتعدي من هنا فلو العضلات دي مش موجوده فممكن يحصل انجريز للفايتال ستراكشرز دي فهي وظيفه رقم واحد بتعمل ايه بتعمل بروتكتنج للفايتال ستراكشر عن طريق انها باد سوفت باد سفنجايه كده تمام ووظيفه رقم اثنين هي لازقه على الكلافيكل فتعمل ستابلايزيشن للسيرنو كلافيكولار جوينت وهناخد السيرنو كلافيكولار جوينت ده في اول محاضره باور ميكانكس تمام يبقى بتعمل ستابلايزيشن للسيرنو كلافيكولار جوينت وتعمل بروتكشن للفايتال ستراكشرز تمام من اسمها سب كليفيس يعني النيرف بتاعها اسمه سب كليفيس او نيرف 2 سب كليفيس عندك الاوريجين طالعه منين ورايحه فين طالعه من الرب الاولاني تمام هو باين ورا اهو تمام ورايحه تمسك فيه تلزق تحت الكلافيكل تحت الكلافيكل inferior surface of the clavicle يبقى دلوقتي السبكليفيس ماسل معناها تحت الكلافيكل تمام بتعمل ايه بروتكتنج الفايتال ستراكشرز اللي بتمر من المنطقه دي رقم واحد رقم اثنين بتثبت السيرنو كلافيكولار جوينت الاوريجين بتاعها طالعه من الرب الاولاني الانسيرشن بتاعها رايحه تمسك فيه تحت الانفيريور بارت او الانفيريور سيرفيس اوف ذا كلافيكل تمام هنروح نشوفها على الاطلس نشيل كل ده دي سب كليفيس ماسل تمام اه السب هنشيل بس دي عشان ما يحصلش ما نعملها هايل دي السب كليفيس ماسل السب كليفيس ماسل زي ما احنا قلنا من شويه ماسكه من الريب الاولاني رايحه تمسك تحت الكلافيك دي كلافيكل اهي يعني بص دي كلافيكل اهي ودي كلافيكل اهي فهي رايحه تلزق في كلافيكل من تحت تمام وبتثبت السيرنو كلافيكولار جوينت السيرنو كلافيكولار جوينت وبتبروتكت الفايتال ستراكشرز اللي بتمر في المنطقه دي تمام العضله اللي عليها الدور معانا عضله كبيره شويه اسمها سيريتس انتيريور ماسل السيريتس انتيريور ماسل من اسمها سيريتس يعني سيريشن يعني فروع يعني برانشات السيريتس انتيريور ماسل بيتكون من 8 فروع او 8 سيريشن 8 ديجيتيشن تمام ال 8 ديجيتيشن دول طالعين من 8 ريبس يعني السيريتس انتيريور ماسل 8 ديجيتيشن طالعين من 8 ريبس بيمشوا تمام بيروحوا يمسكوا في الاسكابولا تمام في الميديال بوردر اوف اسكابولا يعني الاسكابولا من جوه تمام
تمام. ولكن كل شوية فروع بيمشوا مع بعض علشان يروحوا يعملوا ايه؟ علشان يروحوا يعملوا الانسيرشن بتاعهم في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا. يعني الاولاني الفيرست ديجيتيشن بتروح تمسك فيه عند السوبيريور انجل، الثاني والثالث بتمسك فيه. يعني مثلا السكابولا ما بعرفش ارسم بصراحه، دي السكابولا اهي والله حلو تمام. دي الفيرست ديجيتيشن راح تمسك فيه الجزء الاولاني او السوبيريور انجل، الثاني والثالث الديجيتيشن الثاني والثالث راح يمسكوا فيه الجزء ده اللي هو الوول لينث، يعني الكل الطول. يعني الثاني والثالث راح يمسكوا فيه الميديال بوردر كله تمام، والشويه الاخرين اللي هم لور 5 اللور 5 رايحين يمسكوا تحت برضو كده تمام. يبقى دلوقتي عندك السيرس انتيرير ماسل 8 ديجيتيشن، طالعين من 8 ريبس، وكل واحده يعني كل شويه رايحين ماشيين مع بعض. الفيرست ديجيتيشن راح تمسك في سوبر انجل، اخر خمسه رايحين يمسكوا في سوبر انجل، والاثنين اللي في النص رايحين يمسكوا في النص تمام. تمام. السيرس انتيرير ماسل بتتغذى بنيرف مهم جدا اسمه لونج ثراسك نيرف. اللونج ثراسك نيرف ده لو حصل له ليجن او لو حصل في ويكنس في السيريس انتيرير ماسل هيحصل او هيحدث وينجينج اوف ذا سكابولا. تلاقي السكابولا بتوينج، تحس لها فيها جناحين كده ورا تمام. وينجينج اوف ذا سكابولا والتست بتاعها انك بتخلي الميه يبوش على الحيطه، فتلاقي السكابولا حصل لها بروز من ورا كده تمام. يبقى دلوقتي اخذنا الاوريجن، اخذنا الانسيرشن، اخذنا النيرف سبلاي، فاضل الاكشن. الاكشن دي باورفول بروتراكتور، بروتراكتور تمام، بروتراكشن ولكن باورفول تمام. طبعا بما انها عضله ورا تمام، فبتعمل يعني هي زي ما انت شايف كده السكابولا لازقه عليها تمام، وهي لازقه على الشيست وول. فمن ضمن وظائف العضله دي انها بتعمل فيكسيشن او بتثبت او بتلزق السكابولا على الشيست وول، فتعمل فيكسيشن للسكابولا على الشيست وول. باورفول رقم واحد، باورفول بروتراكتور تمام. رقم اثنين تعمل فيكسيشن تمام. رقم ثلاثة دي بقى في حتة الميكانيكس وهناخدها برضو فيما بعد، ولكن يعني هناخد حتة بسيطة كده. انت عندك دلوقتي السكابولا اهي، في شوية عضلات ماسكي، في عضلة ماسكة هنا تمام، في عضلة ماسكة هنا تمام، في عضلة ماسكة فوق اللي هي الليفيتور سكابولي ماسل. فدلوقتي انت عايز تعمل مثلا ابورد روتيشن، فدي تشد كده تمام، ودول يشدوا من تحت واللي هنا يشد من هنا، فتحرك لك السكابولا في الاتجاه ده، السكابولا تلف كده تمام. فدي بتشد من تحت كده اللي هي بتبول او بتشد الانفير انجل علشان تعمل ابورد روتيشن. الكلام ده هنقوله في السكابولا ثراسك جوينت، هناخده في البوم ميكانكس، لا تقلقوا تمام. يبقى دلوقتي 8 ريبز رايحين يمسكوا في الميديال بوردر اوف سكابولا، لونج ثراسك نيرف، باورفول بروتراكتور، بولينج ريفير انجل، وبتعمل فيكسيشن للسكابولا على الشيست على الشيست وول تمام. هنشوف العضله او العضله الاطلس اللي هي دي اللي اسمها زرساي، هنشيل اللي اسمها زرساي هايد تمام، اللي هي دي سيريتس انتيريور ماسل. سيريتس انتيريور السيريتس انتيريور ماسل 8 ديجيتيشن، 8 ديجيتيشن رايحه من الريب الاولاني للريب الثامن تمام. دي رايحه تمسك فيه السوبيريور انجل، والثمانيه او
اخر خمسه رايحين يمسكوا في الانفير انجل، والاثنين اللي في النص رايحين يمسكوا فين؟ رايحين يمسكوا في الوول لينث اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا سكابولا. تمام تمام. يبقى دلوقتي السيرس انتير تاني الاورجن بتاعها 8 ريبس رايحين يمسكوا في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، بتعمل بارفل بروتراكتور او بارفل بروتراكشن، وبتعمل فيكزيشن للسكابولا على الشسول وحته الميكانيكا اللي احنا قلنا عليها. العضلة التانية معانا النهاردة اللي هي الديلتويد ماسل. الديلتويد ماسل العضلة مهمة وانا بحب العضلة دي بصراحة. الديلتويد ماسل دي عضلة بتتكون من ثلاثة فايبرز، انتيرير فايبر تمام، ميدل فايبر، والسين فايبر تمام. من اسمها كده ديلتويد، يعني ديلتويد تيبروسي ده الانسرشن تمام. الانتيرير فايبر زي ما انت شايف دي الكلافيكل اهي، فهي رايحه من اللاترال او طالعه من اللاترال كلافيكل، ده دي السكابولا تمام، ده الاكروميوم بتاع السكابولا، فالميدل فايبر طالعه من اللاترال اكروميوم تمام، وزي ما انت شايف ده السباين اوف ذا سكابولا، فالبوسيريور فايبر طالعه من اللور part of the spine of the scapula. يبقى بكل بساطه انت شايف دلوقتي الانتير فايبر، الانتير فايبر طالعه منين؟ الانتير فايبر طالعه من اللاترال كلافيكل، الميدل فايبر طالعه من اللاترال اكروميوم، البوستيرير فايبر طالعه من اللور سباين اوف ذا سكابولا. رايحين كل الحاجات دي راح تمسك فين؟ راح تمسك في الديلتويد تيوبروستي تمام، بتغذى بالاكسلري نيرف. وطبعا هناخد من الفاس فيما بعد. وحاجه مهمه هنا، يعني مثلا انت عندك ايه؟ دي انتير فايبر ودي ميدل ودي بوستيرير. الانتير فايبر بتعمل يعني الاكشن بتاع الانتير هو عكس الاكشن بتاع البوستيرير. الانتير فايبر ترفع لك الدراع لورا كده تعمل فليكشن ومعاه ميديال روتيشن. البوستيرير فايبر ترفع الدراع لورا تعمل اكستنشن ولاترال روتيشن. هنا الجزء اللي في النص ده يعمل لك arm abduction من 15 ل 90 درجه. يبقى دلوقتي الديلتويد ماسل، انتير فايبر، ميدل، بوستيرير، وعرفنا كل واحد طالع منين وجاي فين وكده. الاكشن بتاعها القداماني بيعمل ارم فليكشن مع ميديا روتيشن، والورا ارم اكستنشن لاترال روتيشن، والميدل فايبر بتعمل ابدكشن من 15 ل 90 درجه. ده بالنسبه لي الديلتويد ماسل. دي الديلتويد ماسل دي الميد بوس ده انتير فايبر، انتيرير هيد اوف ذا دلتويد. دي ميدل، ميدل هيد اوف ذا دلتويد. ودي البوستيرير هيد اوف ذا دلتويد. زي ما انت شايف كده الانتير طالعه من اللاترال كلافيكل، والميدل طالعه من اللاترال اكروميوم، والبوستير طالعه من اللور بارت اوف ذا سباينال سكابولا، وكل الفايبر دي طالعه او رايحه تمسك في الديلتويد تيبروسي. الديلتويد تيبروسي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احنا قلنا الاكشن بتاعها لسه من دقيقه بالظبط. ده بالنسبه لي الديلتويد ماسل. هناخد الترابيزيس ماسل، والترابيزيس ماسل هناخد يعني ترابيزيس ماسل برضه ماسل لارج كبيره. ترابيزيس ماسل ثلاثه فايبرز برضه، ابر ميدل لور زي ما انت شايف كده. الترابيزيس ماسل او الابر فايبر اوف ترابيزيس طالعه من حته ورا كده اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس تمام. في لاين هنا اسمه سوبيريور نيوكال لاين تمام، والليجامنت هنا كده اسمه نيوكال ليجامنت وصولا بسي 7. وبعد كده بعد ما تعدي على سي 7 بتنزل تكمل لحد ما تخلص الثوراسيك فيرتيبري كامل. يبقى دلوقتي الترابيزيس ماسل الابر منها طلع من اكسترنال هيد فيرتيبرانس والنيوكال لاين سي 7 واول ثوراسيك فيرتيبري تمام.
ده بالنسبه للاوريجن الانسرشن زي ما انت شايف اللاترال او الابر ترابيزيس ماسل راح تمسك فين في الكلافيكل لاترال سيرت اوف كلافيكل ولما ينزل تحت هتشوف الميدل فايبر اوف الثيرد راح تمسك في الميديال اكروميان واللور فايبر اوف الثيرد راح تمسك في السكابولار سباين عندك الديلتويد ماسل عندك الترابيزيس ماسل بتغذى ب نيرفين سي 3 و 4 واللي هو السباينر اكسسوري نيرف سباينر اكسسوري نيرف يبقى دلوقتي الترابيزيس ماسل ليها تو انرفيشن سي 3 وسي 4 وسباينر اكسسوري نيرف طبعا زي ما انت شايف كده الابر فايبر اوف الديلتويد برضه حته الديلتويد دي ليها حته ميكانيكا شويه كده هنأجلها لمحاضره الميكانكس ولكن الكونسبت بتاعه زي ما انتوا فاكرين الرسمه بتاعت ايه بتاعت الاسكابولا تمام الاسكابولا فيه فايبرز بتشد من هنا فايبرز بتشد من هنا فايبرز بتشد من هنا فايه عايز تعمل ابورد روتيشن فده يشد في اتجاه فوق فالاسكابولا تلف كده فنفس الكونسبت برضه تمام عندك الابر فايبر اوف ديلتويد الابر فايبر اوف ديلتويد هتشد في الاتجاه ده كده تمام فتشد الاسكابولا سوبيريور لياما فوق تمام لياما فوق وميديا لياما جوه تمام العكس تحت تشد الاسكابولا انفيريور وميديا اللي هي الدوار فايبر اوف ديلتويد الجزء اللي في النص بقى بيعمل ايه بيعمل ريتراكشن الميدل فايبر اوف ديلتويد بتعمل ريتراكشن زي ما انت شايف كده ده لور فايبر اوف ديلتويد تشد الاسكابولا اليم تحت انفيريور وميديال هنا تعمل ريتراكشن للفايبر اوف ديلتويد تمام ده بالنسبه للابر وميدل واللور فايبر اوف ترابيزيوس ماسل تمام ده بالنسبه للابر وميدل واللور فايبر اوف ترابيزيوس ماسل تاني هنشوفها على الأطلس الترابيزيس مصل الترابيزيس مصل عضلة كبيرة زي ما انت شايف كده اهي دي الترابيزيس مصل اسمع كده الترابيزيس مصل دي ليها أبر ليها ميدل ليها لور الابر من الابر فايبر اوف ترابيزيوس ماسل بقالي من ساعتها اقول دلتويد يا ترابيزيوس ماسل عفوا يا جماعه والله عذرا يعني عندك دي الترابيزيوس ماسل عندك فايبر ابر فايبر ميدل فايبر لور الابر ترابيزيوس ماسل كسنال بيتوبرانس تمام كسنال بيتوبرانس تمام من نيوكال لاين و سي 7 وبعدين تكمل للثوراسيك فيرتبري تمام كده الاكشن بتاع الابر ترابيزيوس ماسل اللي فوق بيشد سوبيريور وميديال واللي تحت بيشد inferior وميديال واللي في النص بتعمل retraction scapular retraction تمام ده بالنسبه لايه ده بالنسبه للترابيزيس ماسل تقريبا فاضل ماسل معانا اللي هي ايه لاتيسمس دورساي ماسل تمام كده لاتيسمس دورساي ماسل عضله كبيره زي ما انت شايف بتطلع يعني ليها اكتر من بارت اول حاجه بتطلع من فيرتيبري تي 7 ثوراسيك نمبر 7 وبعد كده ال 12 وهنا تاخد الاليا كريست وبعد كده بتمر ب كوستال بارت من ريبس رقم 9 و10 و11 و12 وتطلع تاخد الانفيريور انجل او الانفيريور بارت اوف ذا سكابولا يبقى دلوقتي عندك الديسمس دورساي ماسل الديسمس دورساي ماسل طلع من ثوراسيك 7 تمام تنزل لي تاخد الالياك كريست تمام بسيو بارت اوف الياك كريست وتطلع تاخد الكوستال بارت
بتاع الرب التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر. بعد كده تاخد هي بص ماشي زي ماشي كده تاخد وهي طلع الانفير انجل اوف سكابولا وتروح تعمل انسيرشن في الفلور اوف بايسيبتال جروف. فلور اوف بايسيبتال جروف عندنا ثلاث حضرات ماسكين في الحته بتاعت البايسيبتال جروف. النيرف بتاعها سراكو دورسال نيرف او اسمه نيرف تو لاتيسمس دورساي ماسل. من شكلها كده او من الاورجن والانسيرشن هي ماسكه من هنا وراح تمسك في الجزء ده فهي تشد اليم جوه تعمل ادكشن وتشد في الاتجاه ده تعمل ميديال روتيشن ودي سترونج ماسل اوف اكسبيريشن. تمام ده اللي انا عايزك تعرفه في اللاتيسمس دورساي ماسل. اسمه دورساي ماسل عضله كبيره يعني واخده من فوق ومن تحت في الاسكابولا يعني لما الدله كلها كده وراح تعمل سيشن في الفلور اوف بايسيبتال جروف ومن الدايركشن ده بتشد اليم جوه تعمل ادكشن وتعمل ميديال روتيشن. هنروح نشوفها على الاطلس ونرجع تاني هنمسح بقى كل ده. فين اللاتيسمس دورساي؟ دي اللاتيسمس دورساي مصل لاتيسمس دورساي تي 7 تمام تنزل إليك كريست تمام وبعد كده تاخد الكوستال بارت من الرب التاسع والرب العاشر والرب الحداشر والرب الاثناشر وهي طالعة كده تلطش يعني تاخد معاها الانفيريور انجل وتروح تعمل انسيرشن في الفلور اوف بايسيبتال جروف. تاني اسمع تمام الاكشن بتاعها من الشكل ده تشد اليم جوه فتعمل ادكشن تشد اليم جوه بزاويه تعمل ميديا روتيشن ودي سترونج ماسل اوف اكسبيريشن. تمام كده تمام كده احنا اخدنا ايه؟ اخدنا البكتوراليز ميجور اخدنا البكتوراليز ماينور اخدنا سب كليفيس ماسل اخدنا الدلتويد اخدنا السيريتس انفيريور ماسل اخدنا اللاتيسمس دورساي ماسل. يعني تقريبا دول العضلات اللي اخدناهم النهارده. كده فاضل لنا فيديو كمان في العضلات هنكمل العضلات اللي باقيه العضلات اللي باقيه صغيرين يعني وكده يعني نكون اخدنا فيديوهين في كورس الاناتومي وهنبدا في بايوميكانكس. نشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.